الانتخابات اللي هتتم على اكمل وجه ان شاء الله دلوقتي، ان احنا هنحدد ميعاد شهري ثابت هتلتقوا فيه معانا كقيادات، وهيكون اللقاء بيضم جميع المراحل ابتدائي واعدادي وثانوي. يبقى انت مطلوب منك ايه؟ لحد ميعاد مقابله تكوين الوزاره والقيادات من دلوقتي لو معكوش، انا هخلي الاستاذ محمد دفراوي يوزع على كل واحد فيكم نوته. يا استاذ محمد نوته لكل طالب، ويا ريت تبقى النوت شكل بعضها. احنا لما نفتحها عليكم النوته دي كبيره، كل ما تفتكر حاجه عايز تعملها اكتبها في النوته، كل ما تلاقي مشكله ظهرت في المدرسه اكتبها في النوته، علشان يوم ما تقابلونا كل شهر هتقوم بقى ايه؟ يبقى انا جمعت 30 حدث في الشهر، جمعت 30، هقابل القيادات اعلن لهم كام حاجه من هتلم الاهم الاولويات، وتقوموا تعرضوها علينا ونناقشها معاكم، عشان يبقى اللقاء الشهري ده له قيمه بنطلع منه بنتيجه، ما يبقاش مجرد لقاء شهري والتقينا بيكم السلام عليكم وعليكم السلام. امتى هيبقى له قيمه وواقع وتفعيل؟ لما انت طول الشهر النقطه دي في جيبك افتكرت ان انت عايز تعمل مشروع، عايزين نعمل حمله على مستوى المحافظه. ده الدكتوره النهارده قالت خليك ايجابي. طب احنا ليه ما نعملهاش على مستوى المحافظه ونعمل ايفنتات ولقاءات ازاي الناس تبقى ايجابيه؟ اهي فكره اكتبها. احنا في مدرستنا النهارده عملنا حدث كذا. طب والحدث ده نجح، طب ليه ما نعملوش على مستوى المحافظه؟ تكتبها. ماشي؟ زميل ليك اشتكى من مدرس معين هدده او قال له كلام خارج او وكتبت ده. لما تلتقي بينا لو حاجه مهمه قوي قوي قوي، طبعا ما تستناش لما الشهر يعدي. على طول عن طريق الاستاذ مسؤول الاتحادات على مستوى المحافظه او الاستاذ محمد التربيه، عايز اقابل الدكتور حتى لو انت مش عايز تقول لحد. مش عايز تقول الحدث لحد ما تقولوش، عايز اقابل الدكتور. تمام؟ ولما الاقيك قابلتني في شيء مهم فعلا وكان الحدث مهم، انا اللي هدي امري بعد كده لما يعوز فلان يقابلني يجي لي يعني. معناها ان انت ما بتقولش حاجات تافهه. معناها ان انا لقائي بيك هيبقى مثمر. اما حاجه تستنى بنجمعها في نوادنا عشان اللقاء الشهري نعرض فيه الحاجات اللي احنا جمعناها طول الايه؟ طول الشهر. تمام يا شباب؟ ما حد يزعل من الكلام ده. انا سعيده بيكم، فرحانه بيكم، ان شاء الله انتخاباتكم تتم على اكمل وجه، وانا هستسمح الاستاذ محمد ان اللي عايزين يرشحوا نفسهم طبعا بعد الاستاذه هنا تقول لها كلمتها، كل واحد هيكون كلهم قبل ما ينتخبوا قبل الانتخابات قدامنا احنا هيقوموا يقولوا هو مين ومرشح نفسه. ماشي؟ اتفضل. شكرا يا شباب. ان شاء الله انطلاقه قويه جدا لاتحاد طلاب محافظه كفر الشيخ هذا العام ان شاء الله.